قال في اسبانيا الكامب نو. اذا اصدقائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراه التي على ابواب الانطلاق الان. مباراه Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. اهلا بالجميع. عصام الشوالي وعبد الله الحربي يتمنون للجميع مباراه طيبه هذا المساء. هكذا اصدقائي المشاهدين ننقل لكم لقاء الكلاسيكو، كلاسيكو العالم، لقاء ينطلق في لحظات، لقاء السفاحين مورينو وغوارديولا، لقاء المجرمين ميسي ورونالدو، لقاء من يملك ثلاث ريات وليس اثنتين مثل باقي البشر. بالفعل عصام، حينما يحضر شعار برشلونة وحينما يحضر شعار ريال مدريد في مباراة واحدة فهذا يتجاوز مسألة كرة قدم ومباراة كرة قدم إلى أنه يعكس التاريخ والجغرافيا هنا في إسبانيا. لقاء الكلاسيكو الجديد بين ميرينجي وبلاوغرانا. تشكيلة الريال: كاسياس، راموس، مارسيلو، كارفالو، بيبي، خفير، ألونسو،
دي ماريا رونالدو بنزيما ولاس البارسا فالديز ألفيش أبيدال بويول بيكي شافي بوسكيتس إنيستا بيدرو ميسي ودافيد فيا. أي متعة ننتظر، عن أي لقاء سأعلق، عن أي أسماء ستحدث، سأغني لمن، سأعلق لمن، سأنشد لمن، أنوه بمن وأمجد من، من سيعبر من، من سيبكي من، من ينتصر في مباراة شعارها الهزيمة عار والانتصار مجد. هو من ملاعب المتعة، هو من ملاعب الروعة في كرة القدم، السحر البرشلوني في نيو كامب أو كما يقال في إسبانيا الكامب نو. إذن أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة التي على أبواب الانطلاق الآن. مباراة قمة، مباراة منتظرة جدا ينتظرها الجمهور، وهنا نلاحظ امتلاء المدرجات في انتظار هذه المتعة الكروية، هذه السهرة، سهرة كرة القدم. ممكن يسجلها، ربع ساعة في الشوط الأول، تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها تاك. باعتباره لعب خط الوسط يريد الإجهاز على الكرة وتغيير شكل المباراة. نصف ساعة إذن في الشوط الأول، حالة تسلل الوقت ما فيش كلام. براعة في التقاط الكرة، تمريرة جيدة، يتواصل تبادل التمريرات والكرة في مكانها. نشوف التمريرة عرضية، لحظات من الضبابية، الآن فرصة أخرى للهجوم المعاكس، فرصة في انفراد، في انفراد، أوه الراية ترفع، الراية ترفع، إذا الحكم يقول تسلل.